دير القديس أنبى مقار ببرية شهيد، كلمة لقدس أبينا الروحي القمص متى المسكين، يوم أحد الشعانين المجيد عام 1975. قصر شريف بشارة معلمنا لوقا البشير بركاته. وإذ خربا من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه قائلا: اذهبا إلى هذه القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يركبه أحد من الناس قط، فحلا واتيا به، وإن سألكما أحد وقال لماذا تحلانه فقولا له هكذا: إن الرب محتاج إليه. فلما ذهب المرسلان وجدا كما قالا لا هما، وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ أما هما فقال: إن الرب محتاج إليه. وأتيا به إلى يسوع وطرحا ثيابهما على الجحش وأركبا يسوع. وفيما هو سائر كانوا يفرشون ثيابهم في الطريق. وعندما قربا من منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويباركون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروها، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وإن قوما من الفريسيين من الجمع قالوا له: يا معلم انتهر تلاميذك. فأجاب وقال لهم: أقول لكم إن سكتا هؤلاء نطقت الحجارة. فلما قرب ورأى المدينة بكى عليها قائلا: لو كنت أنت تعلمين في هذا اليوم ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ولما دخل الهيكل ابتدى يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون فيه قائلا لهم: مكتوب أن بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة للصوص. وكان يعلم كل يوم في الهيكل، وكان رؤساء الكهنة والكتبة ومقدم الشعب يطلبون أن يهلكوه، ولم يجدوا ما يفعلون، لأن جميع الشعب كله كان متعلقا به يسمع منه. Thank you.
كما تعودنا يا أحبائي في أعيادنا الطقسية كنا نجلس دائما حسب عادتنا، منذ أن كنا في الريان ونتحدث بما يفيدنا ويمين الطريق خلاصنا كرهبان. وأتمنى أن تظل هذه العادة لا يشوبها إحساس بأننا نتكلم في أكثر من محيطنا أو بالحري فيما يختص بخلاصنا. تكلمنا عن دخول الرب أورشليم من عدة نواحي في السنين الماضية كلها. في هذه السنة استرعى انتباهي جدا إنجيل لوقا، وبالأخص من آية 41 إلى 44. أعيدها عليكم لنركز الحديث فيها وفيما هو يقترب. نظر إلى المدينة وبكى عليها، وفيما هو يقترب يعني داخل بكى عليها. طبعا لقى الفأس موضوع على أصل الشجرة وانتهى، أو انتهت المدة المحددة وابتدى الكرام يقطع، لا ثمر في التين ولا مخافة، قائلا إنك لو علمت. ده بيخاطب المدينة، المسيح داخل أورشليم بيخاطبها. لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام يحيط بك أعداؤك بمترسة، يحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة، يهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر. والآية المركزية اللي هتكلم عنها: لأنك لم تعرفي زمان استقالتك. ما هو زمان الاستقال؟ وما علاقة زمان الاستقال بدخول المسيح أورشليم؟ وما علاقة دخول المسيح أورشليم ليفتقدها ببكائه عليها، ثم تذكيرها أو تذكيرنا بالذي سجله يوحنا الرسول: آه لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك. وهو دخول أورشليم دخول مرفوض مسبقا، فبكى عليها باعتبار ما سيكون. وأن نبه أنه كان قادما للسلام، وأنه كان يوم افتقاد، لم تعرفي زمان افتقادك. قلت لكم إني سأركز الحديث عن الكلمة الأخيرة الافتقاد. تتعذبون يا أحبائي إن زمان الافتقاد، هذه الكلمة لها معنى عميق جدا، وهو ده اللي ركزت عليه أو هركز عليه حديثي. زمان الافتقاد كما جاءت باللغة اليونانية تنكرون تيس ابسكوبس، فالافتقاد ابسكوبس، الافتقاد ابسكوبية. عارفين الابسكوبس انه هو الاسقف، فتتعجبوا ان الكلمة بتحمل معاني مذهلة في الواقع بالنسبة للكنيسة وبالنسبة للنفس باعتبار أن المسيح هو أسقف نفوسنا. فزمان افتقادك يعني بالوضوح الكامل افتقاد الرب لك. والافتقاد بحسب الكلمة اليونانية ابيسكوبس يعني زيارة، للافتقاد أي
التدبير، ولكن بيبقى المعنى الأكثر والأوضح للرؤية. فالإتسكوبس طبعا يعني اللي بيعرف في الكلمة، إتي يعني من فوق منظر، فينظر من علي أو ينظر من فوق، فده مفهوم الافتقاد، افتقاد الله بيجي ينظر نظرة شاملة. ومجيئه للرؤية هو مجيء افتقاد مثل رؤية بس. فالكلمة عميقة عميقة جدا، ولما درست الأصول بتاعة الكلمة وجدت أن الافتقاد بيشمل فعلا الزيارة ومعها الرؤية ومعها التدبير. بس تعجبت أيضا في مواضع كثيرة من الإنجيل أن الافتقاد بيشمل معنى التأديب أحيانا. فالله افتقد أيوب يعني نزل ليختبره بأحزان وأوجاع. فالافتقاد بيشمل معنى أو معنيين في الواقع، إما بيشمل قضاء ودينونة وتأديب، بس قضاء للخير، يعني افتقاد الله للإنسان جائز يشمل قضاء ودينونة وتأديب، بس زي ما بقول للخير، زي ما هو وضح المسيح نفسه لما قال وبكى عليها وقال لها لم تعرفي ما هو لسلامك. فهو في الواقع جاي يقضي فعلا زي ما هنشوف، ويدين ويؤدب. وطبعا يعني ما هو صعب تاخدوا بالكم القضاء والدين والتأديب اللي عملوه في الهيكل، طرد الجماعة اللي بيبيع ويشتروا ومسك حبل أو كرباط وضرب المخالفين وطهر الهيكل، فده قضاء، فده يعني تأديب. فكان مجيئه في الواقع لأورشليم كان مجيء للقضاء والتأديب، بس كان معاه سلام، عشان كده قال لها أنا هقضي وأؤدب، أنا هوضح الأخطاء والعيوب، بس معي في اليد الأخرى سلام. أما الافتقاد أو المعنى الآخر للافتقاد في مفهوم الله هو للعزاء وعطاء المواهب. طبعا باين قوي من الأسفار المقدسة الافتقاد اللي افتقده رب مثلا لشعبه في مصر، أنا زلت أفتقد شعبي في مصر. وطبعا تبع هذا الافتقاد ونجاه لشعب إسرائيل. كمان بنسمع الافتقاد انه افتقد سارة، سارة يعني سرور، فافتقدها ومعه سبع سرور. اعطاها ولد، او بمعنى اخر اعطاها حياة، مع انها كانت قد شاخت وصارت مماتة بالنسبة للخلفة. فأعطاها ولد أو أعطاها حياة من داخل موت، حياة إعجازية، فكان هذا رمز لإعطاء المسيح حياة للبشرية بعد أن مات، وأعطاها الحياة بالقيامة. كمان بنسمع عن افتقاد الله لحنة، حنة حنة يتحنن، فالله افتقد حنة أو حنة اسمها المزبور، وهو معه تحننات لأنها كانت مرة في النفس، كانت عاقر وامتدت بها الأيام والسنين، فافتقدها الرب ومعه تحننات. أعطاها ولد صموئيل الذي معناه أن الله سامع أسمع الصلاة. كمان بنسمع أن الله افتقد شعبه بلسان زكريا لما قال انفك لسانه وقال أوض الله افتقد شعبه. طبعا أعطاه يوحنا، يوحنا يهوى يتحنن، الله يتحنن. فافتقد زكريا أو افتقد شعب إسرائيل في شخص زكريا، وأعطى تحننات للملاك السابق اللي هيعد الطريق. في الواقع دي أمثلة للافتقاد. الافتقاد في معناه الإنجيلي محصور في افتقاد الله. الكلمة ما تجيش على البشرية، ما هي لهاش استخدام إنساني، بس بتستخدم تجاوزا. يقول لك أنا راح أفتقد إنسان، كلمة أكبر من طاقة الإنسان وأكبر من قامة الإنسان. إنسان لا يستطيع أن يفتقد إنسان، ولكن بنتجاوز اعتبار إنه الإنسان بيبقى حامل معاه كلمة إنجيل أو كلمة تعظيم. ففي هذه الحالة فقط يسمى الافتقاد افتقاد،
إنما نفتقده عشان نديله أكل أو شرب أو فلوس، طبعا ده ما هو في داخل في مفهوم الافتقار. فالافتقار في أصله هو زيارة إلهية، يزور الله الإنسان، وزي ما قلت لكم هركز باستمرار، يا زيارة للقضاء والدينونة يتبعها توبة أو يتبعها حزن ينشئ توبة، يا افتقاد لإعطاء مواهب ونعم وحياة وسرور زي ما شفنا الأمثلة. ففي الوضع البشري مجدية قوي، ولكن هي محبوكة قوي على الوضع الإلهي. وزي ما قلت لكم في الأول إيبسكوبيا أو إيبسكوبوس، وبعدين في الكنيسة دايما تعتبر إن المسيح هو أسقف نفوسنا، والأسقف دول بيستمدوا كلمتهم أو اسمهم منه، وكل أسقف ما يقدرش يعمل عمل المسيح يبقى مش أسقف، يعني مش مفتقد يعني، لأن الكلمة كبيرة زي ما قلت لكم ضخمة، ولا تستعمل في المستوى البشري، محصورة في المستوى الإلهي. فالأسقف هو أسقف حينما يكون زائرا باسم الرب أو حاملا تعزيات، باعتبار دايما ان الاسقف هو حامل الروح القدس ومعطيه. فالافتقار محصور في المفهوم الالهي، ولكن اعطي للانسان وبالاخص الاسقف انه يفتقد، هو مفتقد البيعه، هو ناظرها من علي، هو مدبرها، ياتيها كل يوم ومعه امتحانات وفحص، ومعه هدايا وعطايا ومواهب، كلمات حيه وايات واشفيه ونعم كثيره في يمينه ليعطيها للرعية. من هنا سمي الأسقف أسقف، بس الكلمة أضخم بكثير جدا مما تحتملها البشرية. هذه الكلمة في حد ذاتها، لأن مفهوم الكلام الإنجيلي دايما بيدخلنا لسر الإنجيل، وعشان كده بحب دايما أفسر، مش يعني تزلفا للعلم والعلماء، ولكن أولا لأنكم تدرسوا يوناني، طبعا أنا بخاطب الرهبان من الأول للآخر، واللي يقدر ياخد. فالكلمة دي لها أعماق أحب أوي يعني تفهموها، لأن معنى الأسقفية أو الإبسكوبية دي معنى روحي يختص بافتقاد الله لحياتنا يوما بيوم. وبعدين هنبتدي نطبق ونشوف ونحس ونفرح في كيف دخلت هذه الكلمة الكنيسة في يوم حد الفوس أو أحد الشعانين بدخول الرب أورشليم، باعتباره أنه افتقاد إلهي للمدينة في نهاية خدمته. الحتة الثانية اللي هنقل عليها برضه عشان تمهيد، عشان أدخل لحياتنا، أن سر الافتقاد في الواقع تواضعي للغاية. الله يفتقد ولكن بتواضع شديد، بس تواضع في مفهوم الحكمة ومعناها. تواضع الله ما هوش تواضع كاذب، تواضع الضعف، ولكن فيه حكمة وفيه أعمق. فلما النبي قديما بيقول لا تخافي يا ابن صهيون، يعني لا تخافي يا شعب إسرائيل، وإن كان هناك ملوك معسرين تعبوك مدى الحياة، وإن كانت هناك ممالك كثيرة طغت وبغت وقست وقتلت فيك، ولكن يا شعبي لا تخاف، سيأتي يوم يأتيك فيه ملكك وديعا متواضعا، أدي العلامة بتاعتك علشان تاخد بالك منه لما يجي، وديع متواضع. عشان كده هتشوفه جاي على بحث صغير، لا قدامه ناس شايلين صور وأبواق وتراتيل وتسابيح، ولا بيتبعوا حجاب شايلين مياشين، ولكن هيديك بصورة متضعة جدا جالسا على ده. هو ذا ملك تياتيك وديعا متواضعا جالسا على ده وعلى أتا. طبعا استرعى انتباه زي ما سبق وقلت فيه وعزار سابقة، استرعى انتباه كثير من شراح الأوائل، الدحس والأتان، وداخل في الدحس والأتان، وعهد قديم وعهد جديد وتشير، وبعدين نسي الجوهر. ففي الواقع كون يجي وديع متواضع ديا إطار أو الحالة اللي بيجي فيها الله مفتقدا دائما. كان في العهد القديم لما بينزل يفتقد الله شعبه ما كانش بينزل بالاتضاع، كان بينزل بصورة شوية مهيبة
أو بالأكثر مخيفة. لما نزل علشان يفتقد شعب إسرائيل نزلوا معه ضربات 10، كل ضربة منهم تدوخ. لما نزل علشان يفتقد شعب إسرائيل في البرية على الجبل، أول ما ظهر وتراءى وسمع صوته كان دخان ونار والجبل تزعزع وتزلزل وأصوات أضواق مريعة، والشعب خاف وجري وقال لموسى خلاص مش ممكن نعرف، يستحيل احنا هنجري، اتكلم انت مع الهك هذا الذي جاء يفتقدنا، اتكلم معه زي ما انت عاوز وافهم عاوز يقول لنا ايه، وتعال انت قول لنا الكلام، مش هنقدر نسمع الاله ده. كان قديما حينما يفتقد الله شعبه سواء لقضاء او لعطية كان بيبقى في مظهر مخيف ومرعب، يتساوى مع صورته او مع وظيفته كمؤدب للشعب ومربي. ولكن اليوم يا احبائي هو يوم معيار العهد الجديد كله، معيار افتقاد الله للكنيسة على مدى العصور. لما دخل المسيح اورشليم راكبا على دحس وعلى اتان، كان هي دي الصورة اللي رسمها على اساس انه هيظل يفتقد الارض ويفتقد الشعب او شعبه او اولاده على مدى الاجيال كلها في هذه الصورة المتبعة. فافتقاد الله لنا في العهد الجديد رسمه المسيح في يوم احد الشعانين، كان هو في الواقع افتقاد الهي او صورة الافتقاد الالهي اللي هتتكرر على مدى الدهور. وديعا متبعا جدا لا شيء في موكبه ينبئ بانه اكثر من انسان عادي او صورة عادية لافتقاد بسيط بسيط للغاية. هكذا يفتقدنا الله من حين لحين في حياتنا الخاصة، لا بدخنة وزلزلة وصوت مرعب، ولا بمعجزة، ولا بآية زي ما ناس جهلاء كثيرون بيطلبوا دايما آيات ومعجزات عشان يعرفوا عمل الله معاهم. أبدا، الله افتقد شعبه في يوم أحد الشعانين افتقاد هنشوف الوقت كامل ومبدع وراكب على بحث. هكذا سوف يأتي إليك في أيامك أو في حياتك وعلى مدى السنين. فالافتقاد أو سر الافتقاد هو في الواقع سر تواضعي للغاية، ولكن في إطار الحكمة أو في مفهوم الحكمة. زي ما قلت لكم كان رمز الوداع والاتضاع زي مآلة النبوة. طبعا كان مجيء أو دخول شعب دخوله لشعبه أو دخوله لأورشليم أو لهيكله بيقول لها ما انتش عارفة ما هو لسلامي، جاي يا أحبائي كملك، جاي كملك للسلام، جاي يملك على شعبه ليعطيه سلاما دائما أبديا، سلام يفوق سلام العالم، سلام فوق عقل الإنسان. عشان كذا كان جاي برضك بصورة متواضعة، لأنه هيعطي سلام برضك سلام تواضعي لا يدركه إلا المتواضعين المتواضعون، ولن يملك في قلوب إلا قلوب المتواضعين، ولن يدوم إلا للمتواضعين. بس اللي أنا عاوز أقوله بالأكثر، لن يتراءى ولن يستعلن هذا السلام إلا للذي هو على مستوى استقبال ملك إسرائيل جالسا على جحش صغير. إنما اللي منتظر إن ملك إسرائيل يأتيها في موكب وأمامه جيوش وراءه ملائكة، ولا أمامه ملائكة وراء جيوش أو جنود نورانية، ده طبعا مش هيقدر يعرف ما هو لسلامه ولا ما هو لحياته. مين اللي وقع في الخطيئة الكبيرة دي؟ رؤساء الكهنة برضه ما قدروش يفهموا مجيئه المتواضع وعثروا فيه. في الواقع كان المسيح واضح، يعني ما أخفاش، أنا بقول يعني كان تواضعه سر،
ولكن سر فين السر؟ بس ابحث معي. ده جاي علما. صحيح النهارده لما يجي لك يكلمك المسيح، لما يجي لك يكلمك ما هيبقى في سر، لا يجي لك على دحش اتان ولا مولود في النجوة، هيجي لك يحدثك حديث متواضع جدا، يحدثك في دموعك، يحدثك في انكسار قلبك، يحدثك في سجودك وتعفير وجهك بتراب الارض وانت شاعر بخطيتك وشاعر بذنبك امامه. هيجي متواضع جدا ويعطيك سلام. ولكن يا للخسارة لما نفقد مفهوم الافتقاد في صورة الاتضاع. إذا كان إنسان عاوز الله يفتقده في صورة معجزة، هيقول المسيح يبكي عليه زي ما بكى على أورشليم اللي كانت تنتظر ملكا جاي في عز ملكه وفي مجده، فعثرت فيه رؤساء الكهنة، عثروا فيه. ولكن اللي يقدر يحس بالمسيح وصوت المسيح في وسط دموعه وانكسار قلبه، يعني في أثناء اتضاعه، هيحس بالمسيح كملك فعلا السلام، وجاي معاه شبع سرور وتحننات وسلام يفوق العقل. إنما لو الإنسان فقد هذه الصورة التواضعية، إن الله هيكلمه وهو خاطي، هيكلمه وهو في نجاسته، هيكلمه وهو في ثوب وساخته، هيكلمه في انسحاق قلبه وفي مجلته، بس هيقول له كلام معز جميل. ان فقد هذه الصورة يبكي عليه المسيح ويقول له جيت لك في انكسارك، جيت لك وديع يكلم وديع، جيت لك متواضعا لأكلم تمثيل لمثيل، مش عاوز تقبلني ليه؟ يبكي عليه ويقول لك ما عرفتش زمان افتقاده، او ما عرفتش ما هو يوم سلامه. عاوز بقى تأديب كبير، حسيبك للزمن يأدبك. اما انا فلست اؤدب ولا اوبق ولا ادين ولا اقضي الا على اساس السلام. فما قبلتنيش راكبا على جه، او ما قبلتنيش مولودا في مزود في حفنة تراب مع طبي، فما مش هقدر اوصل لك لا سلامي، ولا اوصل لك حياتي، ولا اوصل لك ملكي عشان املك على قلبك واعيش معك كمتواضع مع متواضع. في الواقع يا احبائي، يلز لي جدا جدا اني اتامل في هؤلاء الاطفال اللي عمالين يصرخوا للمسيح وهو راكب الجحش ويهللوا. طب ايه اللي عرف دول بس يا رب؟ تقول لي ده معجزة، ده الآية بتقول كده. أقول لك أبدا مش معجزة. الأولاد بسطاء لدرجة كبيرة قوي، وعارفين إن البساطة هي ثوب التواضع. فالأولاد المتواضعين ببساطتهم أحس بالمسيح جاي على دحس، شافوه كده يعني بقلوبهم، فانعطفوا عليه انعطاف شديد وهللوا وهيصوا في الهيكل وخرب الدنيا بالتهليل والهيكل، وشايلين سعف فرحانين. ده في الواقع استجابة طفلية تتناسب مع قلب المسيح الطاهر الوديع والمتضع. شفتوا العجب؟ مفيش هنا عقل يوزن الأمور. الأولاد ما بيشتغلوش بعقلهم. من قال إن الولد يفكر كتير ويحكم على الأمور الظاهرة ويقدر يكتشف من موكب دخول المسيح إن ده أمر تواضعي ينبغي إنه يقابل بالتهليل والتسبيح؟ أمر طبعا غير مقبول. ولكن أدي عمل الله أو عمل الروح القدس في الخليقة. المتواضع ينجذب إلى المتواضع، زي ما بيقول برضك الرسول كونوا منقادين إلى المتواضعين، كونوا منقادين إلى المتواضعين. والمنقادين إلى روح الله أو بروح الله هم أولاد الله. هذا الانقياد هو انقياد تلقائي، كل متواضع يجري وراء متواضع. وطلع العقل من السكة. إذا حطيت ولد صغير وجبت له راجل كبير يبص في عينيه كده ويروح مرمى عليه حضن، تقول أما عبيبة. وإذا جبت راجل متكبر شوية أو شرير أو عشته مش مظبوطة وقعد والولد يجي تقول تعالى سلم على بابا يا حبيبي، ده عمك ده بابا، يبص له كده ويخاف ويزوم ويجري الورق ويروح مسرق. الله إيه الحكاية؟
هكذا عمل الروح أو هكذا انفتاح النفس على النفس. المتضعون ينجذبون دائما إلى المتضعين، والله دائما يجذب المتضعين إليه. أول ما دخل المسيح وقرب من الهيكل كل الموكب العجيب بتاع الأولاد، موكب التهليل صارخ، ده بقى يلذ لي إن أنا أتألم أتأمل كده فيه، فأليتي في مغرسي طول العمر كنت. ايه اللي حرك الاولاد دول؟ مين قال لهم؟ مين عملهم كورس؟ مدارس مدارس احد؟ وعدهم بعطايا وشوكولاتة وصور لذيذة وحاجات بتاع هدايا ومسابقات؟ ابدا، ده صناعي واكرهه موت. اكره هذه الحفلات والعطيات والجوائز، لانها بتحول الروحيات الى اطماع مادية ميتة، وتفعص قلب الطفل وتخليه يجري ورا ربنا من اجل صورة، او يجري علشان يعمل الترتيل او التشبيه عشان اخر الوقت يمد ايده والمدرس يديله ملبسه. لا لا، ما كانش كده ابدا. فصل مدارس الاحد في اورشليم يوم دخول المسيح هيكله، خرجوا الاولاد بلا مدرس بلا مدبر بلا من يرتب الصفوف وراء الصفوف ويعلم الترتيل 3 أشهر قبل ما يعملوا الحفله لسيدنا. ابدا ابدا، العيال جمعوا نفسهم في لحظه وخرجوا جوا عرمرم. ملت الهيكل لما خيبت نفس رؤساء الكهنه وصغرت نفس الكتب والفريسين. قول 3000 طفل، قول 5000 طفل للمدعين، ينبغي ان يتراءى فيه كل شاب، وبالتالي معهم العيال الصغيره قول 500,000، معرفش بره المدينة وخارج المدينة، عيال عيال هم شافوا المسيح داخل وابتدوا يلموا نفسيهم، وقائدهم هو الروح ومدبرهم هو الاتضاع الذي يملك عليهم، وخرجوا في الجوء الهيلة دي يسبحوا تسبحة عجيبة قوي. أنا أتأمل فيها قليلا بعد شوي. ولكن مش بس الأطفال، ده في خورس تاني، التلاميذ. عجب، طب أنت قلت لي دوت المتضعين، وانجذب المتضعون الى المتضع الاكبر والاعظم والاول والاوحى. طب والتلاميذ؟ ده اللي انا كنت بقول في الاول، ان سر الاتضاع دايما في اطار الحكمه، يعيش ويتحرك ويسبح ويصرخ ويبكي. التلاميذ بقى بيصوروا لينا الحكمه المنفتحه على الحكيم او الحكمه او مصدر كل حكمه، الرب يسوع المسيح. طبعا تلقائيا الاخرين رتبوا نفسيهم وابتدوا يلاقوا هدومهم ويحطوها تحت رجلين الرب، وبعدين يهللوا بردك الاخرين بالتسبحه. وانا كنت اتكلمت عنها السنه اللي فاتت كثير، هنضم تضموا الكلام ده على الكلام بتاع السنه اللي فاتت، وتعرفوا اصل التسبحه ايه وتقليدها التراديشنال من عصور سابقه. فكان التلاميذ الواقع يمثلون الحكمه التي تستقبل الرب في يوم دخوله كملك، زي ما قلت لكم متضع لا يدركه الا يا اما حكيم يا اما متواضع. دي شفناها فين؟ انا هقول عليها على طول الوقت. في يوم ميلاده واحد بهز راسه بشده، انا مبسوط انه لمح حكماء المجوس والرعاه المتبدين الحارسين حراساتهم الليليه. الاثنين برضك الرعاة يمثلوا، ما فيش ابدا يمثل قلب الطفولة بالنسبة للقامة الكبيرة البشرية الراجل الا الرعاة. يعني كنت عايش في مغارة زمان، وبعدين كان في رعاة يعدوا عليها بالاغنام بتاعتهم، فكان يلتقوا راهب في مغارة، فكان يلز ليهم انهم يعسكروا الغنم بتاعتهم تحت الارة اللي انا ساكن فيها. فكنت اتضايق، انما هو الولد او الراعي جاي بيتمحك في حد عايش في الجبل، يعني يتضار فيه لان بتيجي الديابه وتبهدلهم قوي، وبعدين يعمل نفسه شويه انه يعني متعسف، وانه يعني بقى بالصدفه بس يعني عمل معسكره هنا، وبعد شويه بص لتيه ماسك عصاته وطالع لي على القاره يحييني ويقعد معايا، ابقى متضجع. الله، انا عايش في وحدتي وهدوء، دول هيعكروها عليا ليه؟ وبعدين ابص لتيه قاعد يكلمني، اتعجب ان ده راجل بيكلمني بقلب طفل عجيب لا يعرف شيء في العالم ولا في الدنيا، يسألني أسئلة لا يمكن يسألها طفل.
فكان يلز لي لما اشوف الراعي من جديد اقول بس الليله هنقعد مع ايه جلسه طفليه لذيذه اتمتع بيها. فيجي الراعي من دول يقعد يكلمني عن حياته وعن افكاره ويطلب مني مسائل ويعني افهمه بتاع. فعرفت فعلا يا احباء ان الرعاه يحمل قلب طفل دايما. وبعدين المجوس اللي جم مجوس حكماء فارس جم لان الحكمه عندهم كانت كبيره مش قليله وكانوا بيترقبوا حركات الخلاص اللي قادم للعالم بروحهم وبحكمتهم. فاكتشفوا مجيء الرب دخول العالم زي ما المسيح في نهايه 3.5 سنين دخل اورشليم الابسكوبس بتاعها او تيس ابسكوبيس يعني كزمان افتقاد تم وكمل. فجاء يفتقد اورشليم او جاء يفتقد شعبه بعدها نهايه خدمته. هكذا جاء الرب متجسدا في بيت لحم عشان يفتقد العالم ايضا في نهايه الزمان او في ملء الدهور او في اواخر الايام زي ما بيعبر عنها الانجيل. ففي الواقع في مجيء او دخول الرب الى اورشليم في نهايه خدمته في الهيكل الخورسين اللي قبلوه كان خورس الاطفال اللي بيمثل التواضع العجيب ومعها الطهاره طبعا بتهمني قوي. والخورس الثاني خورس الحكمه الذي يمثله التلاميذ انفسهم. ففي الواقع دوت الخورسين اللي قبلوه بتهليل وتسبيح وفرح عظيم. خورس الحكمه يمثل التلاميذ وخورس التواضع يمثل الاطفال. في الواقع كان افتقاد المسيح ليهم او دخول المسيح اورشليم بالنسبه ليهم كان افتقاد حبي افتقاد سلامي وفرح. ولكن برضك نفس الافتقاد ده ونفس الدخول اورشليم كان في الهيكل على صوره تطهير وافتقاد وتاديب لانهم ما كانوش على مستوى ولا الحكمه يمثلها رؤساء الكهنه ولا التواضع يمثل الشعب. لا ده ولا ده. الشعب مطلع قرش في جيبه علشان يشتري حمامه وهو جوه الهيكل زي ما بيعملوا برضك احيانا الوقت يحولوا بيت الله الى بيت تجاره. ورؤساء الكهنه ايضا راضيين ومبسوطين وكل شويه يقول له ها عملوا ايه باعوا كتير النهارده الرصيد كام وجوه الهيكل. فطبعا افتقاد المسيح لهيكله او لشعبه مش هيكون ابدا الا على مستوى الكرباق وقلب موائد السيارات وبهدلة زي ما شفنا وزي ما سمعنا في وعظ السنة اللي فاتت. فهو الافتقاد تراءى للتلاميذ او استعلن للتلاميذ على مستوى الطهارة والحكمة انه افتقاد سلامي فرح وسرور وتهليل هشعنا خلصنا. فكان افتقاد مريح مشبع لغاية النهاردة بناكل ونشرب منه. لأن اللي كان بيمثلنا في يوم أحد الشعانين في دخول الرب أورشليم ما عرفش أنت تبع مين، تبع خورس الحكماء ولا تبع خورس الأولاد. ما عرفش تختار لنفسك خورس ودس نفسك كده في وسط الصفوف، إنما اوعى تروح في الهيكل وتندس في وسط باعة الحمام ولا اللي بيبيعوا بقر. لحسن انا بحذرك الكرباك هيحصل ظهرك. ف للاسف عثروا فيه رؤساء الكهنه الكليروس كله الشعب راوا في دخوله المتواضع ده راوا فيه افتئات على كرامتهم، راوا فيه انه بيهنهم ايه ده اللي داخل بمظهر ده وعمال يدخل وقرب من الهيكل والناس بتهتفلوا، ايه ده؟ ايه صنفه ده؟ ايه قامته ده؟ يا ناس اختشوا، ده جاي على جهز، هو جاي هو راكب حصان، هو جاي وهيرودس على يمينه والتاني مش عارف ايه انتباس على شماله، ده جاي راكب حمار، ده مزعلكوا قوي، ايه ده؟ ايه الهيصه دي انت وهو؟ وراحوا له بجر او بجاحه. اما ترى ان الناس دول عمالين يكلمهم ويهدللوا ليك وانت قريب من الهيكل، مش الهيكل له كرامه؟ قصدي يعني مش احنا لينا كرامه؟ انت ايه؟ جاي تاخد كرامتنا احنا؟
ما قبلوش، عثروا فيه، عثروا في الوديع المتواضع، عثروا في ملك السلام، لأنه آتي ليملك على كل قلب ولا يفرق ما بين قلب ولا قلب. جاء يملك على قلب رئيس الكهنة زي بالضبط ما يملك على باب البواب بتاع الكنيسة على الأراضي على العريف. جاء يملك ما عندوش فرق، ما بيبصش للعمم الكبيرة والرجلين الحافية. جاء يملك ولن يملك إلا على القلوب، يا إما اللي عندها بصيرة وتدرك عظمة هذا الاتضاع وإعجازه كملك ورب السماء كلها، جاي راكب على جحش فتنفتح القلوب والأذهان وتقبله كملك السلام بالحق، يا على مستوى طفلي بسيط قلب وديع متضع أدرك مجيء المسيح لافتقاده وهو في حالة ضعفه أو في حالة مسكنته وذله وخطيته. هذا اللي يملك عليهم. أما اللي بيتجروا من مجيء الرب لكي ما يحل في القلوب البسيطة أو يعطي مواهب لعلمانيين صغيرين بسطة، أو إنه ينثر رحمته ومحبته وحنانه على أرامل أو سيدات ينطق في بقها بكلمة الحياة أو بكلمة الخلاص، أو يضج ويتضجر، إيه الرب ده اللي جاي لعلمانية وسايب الكنيسة وسايب الأسقفة وسايب وسايب وسايب، إيه ده الرب ده، ده مش رب. وتعالى بقى على اللي بيتكلم باسم الله هو بسيط وغلبان، ولا اللي حلت فيه موهبة نعمة المسيح وهو حافي. يا أحبائي في فجر شبابي مرة دخلت الكنيسة وما كنتش ليا فيها لا باليمين ولا بالشمال، ما تبصتوش على اللي قدامك ده انه له شيء. يوم ما خرجت من العالم كنت اصغر من اصغر واحد فيكم واضعف من اضعف واحد فيكم. كنت ادخل الكنيسة البت في اخر كرسي لاني لا اعرف بيقول ايه القسيس، ولا اعرف الحان ولا ابطي، وغلبان ومسكين وما عنديش حاجة ابدا. حتى يوم ما خرجت عشان اترهبن كنت لا اعرف شيء خالص خالص، بس كان قلبي بيسمع صوته وبيسمع نداءه وعاوز اشبع منه فجريت وراه. في هذه الايام في فجر شبابي سنة بالتحديد سنة 1939 كنت في كنيسة الجيزة، وبعدين دخلت اسمع كلمة، وكان وقتها الله يباركه الوقت ابونا صليب بتاع الجيزة كان لسه اسمه وهيب صليب يمكن او حاجة زي كده، كان لسه تلميذ في المدرسة وكنا كلنا تلاميذ. فقام يوعظ، وبعدين جه واحد بعديه اسم مش عارف على ما اذكر، واحد اسم محفوظ فاهم الدراوس ده في اسكندرية الوقت، وقام يتكلم. فقام واحد بصيت لقيته ماشي قطع الصفوف كلها وراح وقف على المنبر، قال له تسمح يا اخ انا عاوز اتكلم كلمة. فكان موقف حرج جدا، حافي، راجل حافي بدون مطاق. فضحك قال له ما تضحكش يا اخ احنا في كنيسة الله. فخافوا فقالوا اتفضل يشوف هيقول ايه ده. وقام وقال كلمة موبخة ومبكتة الى اقصى حد، شبعت منها شبع لغاية اليوم وانا لسه في اثار من هذا الشبع. وبعدين بسأل عليه مين ده اللي جنبي، قال ده راجل بياع القصب اللي واقف على اول الحارة بتاعت الكنيسة. يا احبائي كلمة الله ما بتبصش رايحة فين عشان تسكت. المسيح لما دخل اورشليم ولما بيدخل الكنيسة النهاردة ولما بيفتقد وسوف يفتقد الى الابد شعبه في كل مكان على وجه الارض، ما بيدورش الا على اما ذوي البصيرة المنيرة يحدثهم من خلال الاتضاع ايضا، يا ذوي القلوب المديعة المتضعة يكلمهم برضك كوديع لوديع او كمتواضع له متواضع. فما تقولش انا رجل غلبان، انا رجل مسكين، انا رجل حافي قاعد اخر كرسي، انا لا، ما تخافش يا صديقي ابدا. افتقاد الرب ليس له طقس ابدا وليس له تدبير اطلاقا يعمله الانسان. ده انت وانت في انتضاعك وانت منبطح على الارض وفي الطين تمتد يد الرب لكي ما تفتقدك وتغنيك، يا اما بكلمة يا تعزية يا انشودة حياة، يا تفتقدك بتوبة حقيقية بلا ندامة، يا بدموع سخنة تفضل تحرق في خدودك طول العمر، يا اما بعطية وموهبة، يا اما بلسان ينطق بعظائم الله.
ما يهموش ابدا انت ايه وانت مين، انت كبير لك اسم مالكش اسم، انت نكره انت علم في الكنيسه، ما بيهموش. الجالس على اكبر كرسي في الكنيسه يفتقد الله كما يفتقد الحافي اللي مكسوف يدخل الكنيسه وواقف عاد في الاطوار بره. فيان عنده هو بيفتش على يا اما قلب بسيط يسكن فيه، يا نفس مستنيره يستطيع ان يضيء فيها بالامانه. ادي الخرسين اللي يستقبلوا الرب في يوم دخوله اورشليم على نفس المستوى زي ما بقول لكم في يوم مجيئه العالم. في يوم دخوله العالم كان إبسكوبية ايضا، كان يعني الكيرون تونكيرون في سيبسكوبس على اعلى مستوى، كان كيرون يعني موسم مش زمن في الواقع. لما بقول ايه لم تعرفي زمان افتقادك، لا كيرون يعني موسم افتقادك، لان زمن يعني خرورس انت عارفين، فالكيرون يعني هو الزمن المحدود بحاجة موسم يعني. فمجيء الرب في تجسده وظهوره للعالم ليفتقده جاء مولودا في مزود حفنة تراب ممزوجة بحفنة تبن، ولكن ما عرفش يستخبي. هو جاي مستخبي خالص، جاي مستخبي على اخر مستوى. هو دخل اورشليم على جحش مستخبي برضه، بس العيال لقطوه والتلاميذ ما قدروش يخافوا من رؤساء الكهنه ولا من الهيكل ولا قلعوا الهدوم ورموها تحت الركوب وهيسوا وفرحوا وهللوا وقطعوا الاغصان طبعا جريد النخل، لان هو رمز النصره والنصره رمز الخلاص. وطبعا زي ما انتم عارفين النخله في عرف المزامير الصديق كالنخله يزهر مغروسين في بيت الهنا. ففي مجيئه للعالم جاء مولود بهيئة طفل، التانية جاي راكب على جحش مستخبي. دي بقى حتة استخباية، انما يعني ما حدش ابدا يستطيع يكشف. مولود طفل وفي مزود مش في بيت لا في قصر ولا ناشين ولا مزيكا ولا تسبيح وتهليل قدامه وراه، بردك على نفس الايه الاختباء بتاع دخول اورشليم، انما ما عرفش يخبي نفسه من الرعاة ولا الملائكة رضيت بالاستخباية دي. راحوا للرعاة قال لهم اصحوا انتوا في نومة يا خورس المتضعين، المتضع الاول ولد لكم وفي يمينه خلاص، قوموا تعالوا اجروا اعملوا خورس وروحوا سبحوا شوفوا قبلوا رئيسكم، لان الراعي الاعظم ولد لكم ايها الرعاة. للاسف الرعاة البسطاء المتبدون يعني في البادية، متبدون يعني عايشين في البادية في الصحراء، المتبدون في البادية يحرسون حراسات الليل استعلن لهم الوديع المتواضع المولود في المزود. اما الرعاة التخان الكبار اللي عرضوا عصائبهم وطولوا اهدابهم لا ديريوم ولا حس وجازت عليهم الاختباء ولا اكتشفوش. اما الرعاة المتضعون البسطاء فاعلن لهم حتى وهم نايمين يعني كسلانين نايمين بردك مش ممكن. انت شفتوا العيال قلنا ما عندهمش عقل، هنا بردك ما يساويها وما يوازيها ان الرعاة نايمين، الرعاة بتوع الغنم. بس كنت انا اتأملت فيها ومكتوبة مرة ان رعاة الغنم دي هي غنم الزبايح، كانوا متبدين حوالين بيت لحم ودي كانت المنطقة اللي بتربى فيها الغنم اللي بتتعمل زبايح مش غنم مش رعاه بس. وكان هؤلاء الرعاة لهم طقوس خاصة في الغسيل والنظافة للغنم حاجة زي كده. فأعلن لهم ما انهم نايمين، جاهم ملاك وصحاهم قالوا اصحوا تمام زي الأولاد ما عندهمش تفكير زي اللي نايمين برضك. روح الله حرك قلوبهم قال لهم قوموا هللهم، قاموا هللوا. هكذا يتراءى الله، هكذا ينكشف اتضاع الله للقلب الوديع المتواضع حتى ولو كان نائما، حتى ولو لم يستخدم عقله، حتى ولو لم يكن له علم كثير ولا معرفة كثير.
مجرد ان القلب يكون وديع متواضع اصبحت لابد ان يستعلن له المسيح، وما كانش عنده استعداد للمعرفة هو نفسه، الملاك يجي يوصلها له او يعلنها له. نفس الخرسين هم خرس الحكماء، جم من اخر الدنيا من فارس جايين يهديهم نجم الطفل، والرعاة المتبدين اللي جنب بيت لحم قالوا لهم يلا خرسين حيوا المسيح، واكتشفوا يوم مجيئه او يوم افتقاده. بس برضك للأسف ان زي ما الرعاة اللي في الكنيسة الرعاة الكبار اخفي عنهم، زي ما المسيح قال هنا ولكن الآن قد اخفي عن عينيك. ليه؟ عظة المرة اللي فاتت فاكرينها يا رهباني، امتى العين تعمى؟ اعمى عيونهم قالوها النهاردة في القراءات، اعمى عيونهم اغلظ قلوبهم. ليه؟ ازاي الرب يعمل عيون ويغلظ القلب؟ رفضت النور. ما الرب بيرسل النور يا احباء، يرسله للقلب ويرسله للذهن، يرسل نور. وانا نور العالم الذي يضيء لكل انسان اتي الى العالم. كل من يعتمد، كل من يعتمد المسيح ياخذ هذه الاستنارة الداخلية، والمعمودية نفسها اسمها سر الاستنارة، بياخذ الاستنارة في ذهنه وفي قلبه، وياخذ الحياة ينفخه في بقه نفخة الحياة الكزاحة فيها دي، ويعرف الرصيد اللي عدى حدود الضرائب العادية هو الرصيد اللي لسه تحت الحدود العادية، ويفضل ايه يقطم منه ويقول الراجل بتاع الحسابات اللي شوية في عرضك لحسن يدخلوني في الفئات العليا، ويفضل يغش ويغش ويزور ويقول اختصر كمان، اختزل زود المصاريف قلل الارباح حط ايه بيسموها ايه يسموها ايه فواتير، حط فواتير كدابة زود كمان المصاريف، اكتب ان احنا ودينا للكنيس ولا ود ولا نيل، احط ان احنا بندي للعرايا وبندي للفقراء ولا حاجات من دي عشان ينزل تحت الفئات المزبوط. ده عنيه بتعرف كويس واذانه تفهم وعنده فهم وحكمة مذهلة ازاي يخلص من الورطات وازاي وازاي، ولكن للأسف هو اعمى العين غليظ القلب، لا يستطيع ان يرى نور الحياة الابدية، ولا يستطيع ان فتح الانجيل ان يحس بالكلمة وقيمة الكلمة. يقول ايه انجيل ايه يا عم كان زمان، طب تعالى الكنيسة. يقول انت بتصدق الجماعة اللي عندهم وش دول يا عم؟ لا ده الكنيسة مش عندهم وش، ده ناس محترمين وناس بيخافوا ربنا. يقول له اوعى تصدق، انا الحاجات دي عارفها، انا كنت شماس وانا صغير. كنت شماس وانت صغير؟ وكان ابويا يقرا لي في الانجيل وكنت افهم زمان وكنت، وايه اللي حاصل؟ دون ان يدري بيحكي قصه رفع النور، عمل عين ازاي تمت وغلظه القلب ازاي تمت. كان زمان بيشوف، كان زمان بيحس، كان زمان القلب بيعرف يفرق، ولكن لانه انحاز للعالم وداس على صوت النعمه وصوت ونور المسيح، شال المسيح ما له، اخذ الوزنات وتركه عريان وشقي وفقير وبائس، لا يستطيع ان يفرق ما هو للروح وما هو للعالم. اما الانسان الطبيعي فلا يقبل ما لروح الله، اما الانسان الروحي فيحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد. مش ناقص ان واحد يحكم فيه. قبل ما تحكم علي انا اعمل ايه؟ احكم على نفسي، عشان كده ما ادلكش فرصه تحكم علي. قبل ما تقول لي يا ابونا انت متكبر تسمعها مني علنا على المنبر، اقول لك انا لسه بشحف، انا غلبان، انا مسكين، انا لسه باستنشق روح الله علشان استطيع ان اسير في طريق الله. اما الروحاني فيحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد. شفنا ازاي الرعاة ورؤساء الكهنة اغلظت قلوبهم فلم يدركوا يوم الافتقاد، ولم يستطيعوا ان يقبلوا الآتي على جحش، وهو في الحقيقة رب السماء والارض، جاء ومعه شبع سرور وتحننات وسلام ابدي يفوق العقل. عثروا فيه، قالوا له مش تسكت دول؟ قال لهم اسكتهم، ممكن اسكتهم بس سكتهم
الحجارة تصرخ، الحجارة هتهلل، لأن أصل أنا مش من الأرض، أنا جاي لكم مش من نفسي، أنا جاي وحامل معي مواهب وعطايا، لو أنتوا رفضتوها الحجارة تصير مرة أخرى، لها إمكانية أن تلد خليقة جديدة واحملها في كفي كخالق وانفخ فيها مرة أخرى وأخلق آدم مرة ثانية. آدي استعلن للرعاة البسطاء، ولكنه أخفي عن الرعاة المدعين، لم يستطع أن يكتشف مجيئه، يكتشف مجيئهم. الملك الجالس على عرش من ذهب، ولكن استطاع المجوس البسطاء بحكمتهم يهديهم النجم أن يصلوا إليه ويقدموا له كل كرامات الملوكية. ولد طفل في مزود أدركوا فيه الملوكية، قدموا له ذهبا ولبانا ومرا، ولسان حالهم مبارك الآتي باسم الرب، أبقوا أنت تيه رني، ده لسميه المجوس. أما الأولاد فمش عارف، أنا منزهر، بس يمكن لو قريتوا أو سمعتوا العظة اللي قبليها يمكن تدركوا شيء. أنا منزهر، مين اللي علمهم التسبيحة دي قبل ما يجي المسيح؟ مفيش يا أخوات، مفيش، صدقوني. صحيح هو كان تراديشن تقليد للكبار، ولكن إيه اللي علمها الأولاد الصغيرين؟ وصلنا 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 في العالي، وصلنا هوشعنا هوشعنا هوصعنا، ياسوع ياشوع، يسوع معناه المخلص، يبقى يسوعنا يشوعنا هوشعنا، خلصنا في الأعالي أو خلصنا من الأعالي. في الواقع جاء المسيح أورشليم ملكا، تمام زي ما اتولد هو المسيح، يعني أمن على هذا، قال له أنت ملك إسرائيل، هتسمعوها بقى في الساعة المحددة لها في الكنيسة، أنت ملك الإسرائيل يوم الجمعة، قال له لهذا ولك ملك، صحيح ملك، ملك. ففي دخول أورشليم جاء ملكا وديعا متضعا، وحيوه مبارك الآتي باسم الرب، إبليجومينوس اللي انت سمعتوها، إبليجومينوس اللي انت سمعتوها يعني مبارك الآتي باسم الرب، خلصنا خلصنا يا ابن داود. في الواقع بردك في الميلاد شفنا انه ملك، واعلن هذا مين؟ المجوس، لما جم شايلين ذهب ولبان ومر، وديع متضع في ميلاده وفي جلوسه على الجحش، في مجيئه للعالم ليعطي السلام كملك السلام، وفي دخوله أورشليم لكي يعطي السلام ليه، مش مدينة السلام بها، للذين قبلوه في مدينة السلام. أورشليم بقي أورشليم إلى الأبد، ولكن لها ليست أورشليم لكل مواطنيها، أورشليم باقي أورشليم إلى الأبد لكل من له قلب خورس الأطفال الذي خرج ليستقبل يسوع، أو كل من له بصيرة ونور في قلبه، ده مواطن أورشليمي أرضي وسماوي، وده اللي بيملك عليه المسيح في الأرض وفي السماء كملك السلام. تعال بقى للكنيسة الحلوة ازاي عرفت تلقط من الموقفين دول لحنها المشهور المبارك اللذيذ والجميل جدا، أبقور انت تيه رني، اللي بيتقال في مناسبتين مهمتين. بيتقال في المناسبة الأولى لما يدخل أسقف يمشي قدامه ويقول أبقور انت تيه رني، يوم الأسقف كده يتنفخ وينبسط ويدب بعكازه وبيحسب ان احنا بنقول أبقور انت تيه رني، أو لياد الحوسة هو بيحسب إنها بنقول له ده، بنقول للرب يسوع المسيح اللي هو جاي يمثله وينطق به فقط، ينطق باسمه فقط. إنما بقول انت تهيريني اللي بنقولها للأسقف، بنقولها في الواقع للمسيح رأسا كملك السلام، لأنه داخل الكنيسة، وبنروح جايبين كرسي عالي بشبه عرش الرب، محطوط له عطيفة حمراء بشبه الثوب القرمزي الذي لبسه المسيح يوم آلامه،
وبعدين بقى اذا كانش البتاع القطيفه حلوه ولا منقره شويه يزعل الاسكت. وبعدين مش واخد باله ان هو الحمار بتاع القطيفه بتاع كرسيه ده هو الثوب القرمزي الممزق على جسد المسيح الملطق بالدم. ساعات بننسى اصول الاشياء، يا ريت الله يفتح بصيرتنا ونعرف اسبابها واصولها وعلاتها. نجلسه على كرسي عالي قطيفة احمر بشبه الدم المنسكب من الجسد الالهي، ونقف حواليه ونقول بقوره وخلصنا، وبعدين يجلس بيننا قاضيا ومدبرا ومعلما ومعطيا مواهب. عشان كده دايما بنقول له بقوره انت تهيرني، املك علينا بسلامك مش املك علينا بعصاتك، املك علينا باسم المسيح وباسم ملك اسرائيل وابن داود وليس باسمك. اما التسبحة او الموقف الثاني اللي بنقول فيه بقوره، الكنيسة النصحة الحلوة المرشدة بالروح القدس تستخدم فيها بقوره، هو ايه؟ ها؟ لا سيبك انت اصلك بتقول مش عاوز تتجوز. في الاكاليل، في الاكاليل يقولوا ابقوره، هي لحنها المفضل يقولوا غيرها. يقوم العريس ينبسط قوي ويدي للفلت شويه الشمامسه فلوس زياده عشان يحسنوا يزودوا ايه، ولوها تاني. لا يا عريس ده مش بقولها لك انت، ده ينبه ذهنك وذهن عروستك ان انت هتتجوزه على اساس سر المسيح، وسر المسيح انه بيملك على الكنيسة بسلامه كملك السلام. فبنقولها لك يا عريس عشان تملك على عروستك بالسلام، انما بالعصايا يفتح الله، بالكرباك لا لا ما عندناش، اطلع بره ملكش في الكنيسة سر عندنا. اما سر الزيجة اللي احنا بنهللك له ونقول لك بقوره، فده على اساس انك تملك على مراتك بالسلام زي ما المسيح ملك على الكنيسة بالسلام، فهو ملك السلام. اما انت تقول لا ده انا راجل وهي ست وادبها وربيها واعمل وشوي، لا، يا اما بالتعليم بمحبة يا اما باعطاء الافتقاد زي ما قلت الوقت الافتقاد، كلمة تعزية، كلمة انجيل، مواهب الى اخره. فالرجل يملك على المرأة كما ملك المسيح في الكنيسة ملك السلام، عشان كده بنزفه ونقول له انت تيه يريني مينان. والمرأة ايضا تخضع لرجلها كملك ولكن في سلام، ما هواش في ذلة ولا في خضوع يخرج على انها ملكة، هو ملك عليها لأنها ملكة له، وهو يملك عليها بالسلام، وهي لا يملك عليها أو لا تقوم إلا بالسلام. هذه الموقفين اللي الكنيسة بتستخدم فيهم أبقور تتيه رنوينان. نيجي لأنفسنا بقى نحن الرهبان. طبعا رؤساء الكهنة رفضوا الملك الآتي إلى مملكتي راكبا على آتان، رفضوا اتضاعه، فنزع عنهم سلامه وحل عليهم تأديبه، حل عليهم برضك تأديبه بالتطهير أيضا إلا صنعوا في الهيكل. أما نحن يا أحبائي فقبلناه ونقبله ملكا على خشبة في أذل مظهر يمكن أن يظهر فيه إنسان ليملك، إنجاز هنا معنى الملك. رفعوه على خشبة، وعلى الخشبة ملك على قلوبنا وإلى الأبد، ملك ميتا لا في عنفوان القوة ولا في ارتفاع الصوت ولا في الزراعة بالمؤدبة والمربية ولا في، ملك على قلوبنا ميتا على خشبة. هذا الموت الذي ماته اكتشفنا فيه أعظم صورة لاتضاعه ظهرت على الأرض، وأطاع حتى الموت موت الصليب.
هذا هو الموقف الثاني اللي احنا بنقبله فيه كربان كلابة مساكين كل يوم، بنقبل المسيح مصلوبا عنا لكي نستطيع ان نكون مصلوبين له اليوم كله والعمر كله. هما الاولاد قبلوه جالس على جحش، والتلاميذ ايضا، هذا فرح ايضا لينا ونقبله، ويمكن نرسم صورة جميلة كده وهو داخل اورشليم نتأمل فيها العمر كله، صح؟ وبعدين بنتقبله كل يوم، يمكن كل سنة مرة، بس بحب نخليها هي ده، هو ده طقس حياتنا. نقتبل كل يوم في الصباح مولودا في مزود، نرفع على أيدينا نشتم رائحة طباعه لكي نستطيع أن نقضي سحابة يومنا معانين على صدره هذا الطفل الوديع المسكين المولود في مزود. ولكن القمة يا أحبائي أن نملكه على نفوسنا ميتا على الصليب. والراهب الذي لا يستطيع أن يتأمل جيدا في هذه الصورة وهو في الهيكل أو وهو في الكنيسة وهو في الألاية، سوف يخطف الشيطان عقله كثيرا جدا ويطوف به شوارع القاهرة والريف وكل مكان. أما الراهب الذي يصلب عقله بل يصلب روحه ناظرا إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع وهو مرفوع ملكا على الصليب، ملكا يملك بموته أو باتضاعه في موته. عشان أوريكم الاتضاع والموت، بس بقوله كتير وعاوز أشرح، بس ده مش موقفه ولا ساعة الوقت. ولكن آية إشعياء النبي يقول لك وفي اتضاعه انتزع قضاؤه. الآية دي مش مفهومة، افهموها هنا عشان تهمنا. وفي اتضاعه انتزع قضاؤه، تفسيرها او شرحها انه لما كان سكن، سمعين الكلام يعني اكتر من كده هنقول ايه، لما كان في حالة اتضاع او لما عاش بالاتضاع خسر القضية. انتزع قضاؤه هي مش قضاء، قضياته انتزعت قضياته يعني خسرها، بسبب اتضاعه خسر القضية على الصليب. يعني ايه؟ وقف قدام بيلاطس، ما بيلاطس هو الحاكم ورئيس الكهنة بيحكم ايضا، قال له ها ايه اللي بيقولوه عنك الكلام ده بقى شوية، ايه يقول لنا حكاية يعني، كلمنا. ما رضاش يكلم، قال له انت ما تعرفش ان انا لي سلطان ان اطلقك وسلطان ان اسلبك. رد شوية يعني، هذا ابدا، ده جاي من فوق كله. طب دفع عن نفسك، ما دفعش فخسر القضية، صلبوه. ففي اتضاعه او بسبب اتضاعه ما طلعش براءة، صلبوه، خد الحكم بالدينونة. تحب تاخد براءة؟ ساعات الراهب يقف قدام الأب يقول له أبدا يا أبونا ما عملتش، أبدا ده هو اللي قال لي وهو اللي عمل لي وأنا ما قلتش ما عملتش. طيب وليه بقى؟ طب ما هو بيقول عليك إنك أنت كنت قلت له سابقا. أبدا يا أبونا، أنا ده أنا كنت كلمة بقولها كده وبعدين هو فيما غلط. ويدافع عن نفسه دفاع ماهر. ده طبعا مش هينتزع قضاء، اقول له سيد انا غلطان مش واخد بالي. طب ده هو فلان اللي غلطان بقى، نديله قانون. الراهب التاني ده يطلع بقى مبسوط انه طلع براءة ولم تنتزع قضيته، والتاني وقع في الفخ وياخد القانون. يا رغبة، لا ما ينفع، ده احنا ملكنا المسيح كملك السلام على قلبنا، مش وهو داخل اورشليم راكبا على جحش ولا مولود في مزود فقط، بل وملكا على خشبة ميتا من أجلنا. انتزع قضاءه في اتضاعه، خسر قضيته بسبب عدم رده ودفاعه. فاحنا كرهبان بنستمد بسلامنا، أو لا يمكن أن يملك المسيح على قلبنا بالسلام إن لم يملك المسيح على حياتنا كميت من أجلنا، نشاركه هذا الموت عن العالم وعن أنفسنا. وهكذا يا أحبائي، طوبى لمن يكون على استعداد دائم لاستقبال ملك السلام في مجيئه يوم الافتقاد، ليملك على قلبنا بالسلام، سواء كان لحكومة وقضاء وتأديب تؤول إلى أحزان توبة لذيذة جميلة، أو تؤول إلى
فرحة ونعمة وحركة في القلب، زي ما قلت لكم، لأن افتقادنا نحن في الحياة الروحانية كرهبان أو لكل إنسان يسير في مسيرة المسيح يأتيه حتما يوم الافتقاد، يأتيه مرارا. بس أقول لكم العلامة، بكلم الرهبان وبكلم العلمانية الموجودين، طبعا احنا منعنا مجيء العلمانية، انت دخلت خلصة النهاردة وسرقت كلامي للرهبان، ما فيش مانع، انا ما عنديش مانع، بس يعني لازم باه ينره بينكم، يا تعيشوا زي الرهبان من سكات. فاسمعوا بقى اللي بقوله الرهباني، بقول يوم الافتقاد بيجي على نوعين، يا طعن في القلب تنقذه من كسل طويل وإهمال وتواني وحياة ضعيفة لا تتناسب مع مسيرة الخلاص والملكوت، وحينئذ يتأوه الإنسان في يوم الافتقاد، لأن الرب بينقصه نقص التوبيخ وتبكيد شديدة، يقع الإنسان صريعا على الأرض، بيسميها مرسحاء، يقع على الأرض كما يقع الثور يخور خوارا، شاعر بضرب ضمير أو بطعنة من المسيح رأسا في ضميره، تدخل إلى عمق الأعماق، دينونة مرة يدخل فيها، محاكمة مع الضمير، أيام ضيعها في التواني، عمر انضم في الدير على العالم، بعد ما دخل، بعد ما تاب، بعد ما استنار، بعد ما سمع، بعد ما شافه ده، يرجع تاني يوصل أيام، أيام الملكوت وأيام الدير وأيام الفرح بأيام الموت المنتنة في العالم. يقولوا ليه يا ابني، بس يجيله بردك بصورة متضعة وديع، لأنه مش ممكن يجي المسيح إلا بهذه الصورة. أنا اتفقت معاكم في الأول، يوم الافتقاد لا يمكن أن يتراءى فيه المسيح إلا على ثلاث، يا إما راكبا على جحش، يا إما مولودا في مزود على حفنة تراب معطين وبكرر تراب كبير، يا إما ملكا على خشبه ميتا في عمق وانسحاق اتباعه خسر قضيته. فهيجي لك متضعا وديعا، يجي ليك بقى ايه، تعبان وندمان، ويقول لا انا ماليش، ده انا ليا الطين، هو كان ليا على وسط القديسين، هو انا كان يدوني الاسم الحلو بتاع القديس فلان، هو انا كان ليه، ولا ده انت يا شقي انت مالكش الا دينونه مره، انت عملت وسويت والنهارده الرب هينتقم منك، صوت الله جالك النهاردة عشان يخلص القديم الجديد، وتياله ان رب بقى انتقم منه، بعدين يسكت شوية كده يلتقي صوت الله، جاي له وديع يطبطب عليه يقول له لا ما تخافش، انا جاي افتقدك، انا جاي افكرك بيام عزك ويام دخولك الدير، وانت جاي فرحان متهلل، جاي متعاهد مع الرب في ايام كلها توبة وكلها فرح، توبة ودموع مسرة، انا جاي اذكرك بس بوعدي وبعهدي، اذكرك باختياري، اذكرك بكلمات الحلوة اللي شجعتك بيها عشان تخرج من العالم، وبقولك يلا يلا من جديد قوم وانا معاك، ما تخافش هشددك ارجعك في الاول. يقول برضك يا رب تكلمني بالاتضاع ده، فين كرباكك؟ يقول لا كرباكي انزله على اللي مش قابلني، على اللي عاوزني احكم عليهم بالدينونة مش بالسلام، ما انت شبني دينونة يا ابني، ده انت ابن سلامي، قوم ويقبلك او اكتر مما يقبلك، اكتر مما يقبلك في وجنتيك، يقبلك في روحك من الاعماق، فتحس بتوبة لذيذة ودموع لذيذة، وتقول له اثرتني بمعروفك يا ابن الله، اثرتني باتضاعك، اقول لك انا اقوم وابيع نفسي لبهاتي، ابيع نفسي لاخواتي وحط نفسي تحت رجليهم، يا سلام انا هنسى تبقى عبد يا رب تفتقدني في هذا اليوم بهذا الصوت الوديع المتواضع، لا انا هعمل معاك عهد جديد، هعمل معاك عهد ان انا اعيش مسكين في هذا الدير او في اي دير انا اخترتني فيه، اعيش متضع وديع مسكين بشبه دخولك اورشليم جالسا على جحش وانت ملك السماء، او بشبه ميلادك في مزود البقر وانت مكانك على صدر ابيك، في ملكك في مجدك في علوك في سماك. أما الصورة الأخرى التي يفتقد بها الروح القدس أو الرب يسوع المسيح يوم الافتقاد، صورة أخرى له، يجي لك وانت ماشي في السكة
عمال واقف على المباني ولا عرقان في قربان بتعمله قدام الفرن، ولا عمال تغسل جلابيتك الطويلة اللي ما انتش عارف تعصرها، كل ما تعصرها تنزل المية عليها تاني وتتنهد وتاخد راحتك شوية وتقعد وتقوم وتعصر تاني وتقوم وتعصر تالت، وبعد الجلابية لسه في تغييرتين، ويا رب ما عادش في عافية، والدموع تنزل والدموع تنزل، تبص الجتة زي عجيبة جدا. انت اللي كنت في العالم صفتك وصفتك قاعد على طشت تغسل، ولا عمال تمسح المطبخ، ولا عمال تعمل وتسوي، ولا تبص لكيه جه الحبيب، الحبيب صوت واسم ومعه مشرط، مشرط سري. انا بكلم ولادي، بكلم اولاد سري، وحتى الرهبان كلهم مش هيفهموني، يعني رايحوا نفسكوا على المنين. يجيب مشرط عجيب سري ويجيب جنب القلب كده، وهو ما هواشي في حالة كسل ولا توبة ولا حاجة، ده نشيط عمال يشتغل في الدير ورايح جاي، بس فيه صوت من الأعماق يقول ايه، يا رب بخدمك وبحبك بس مش عارف احبك ازاي. اقول لك ها، حبني يا رب ولو اني غير مستحق لحبك يا رب. طب اقول لك علمني الحب يا رب لاني مانيش عارف احبك ازاي، انا قدمت لك حياتي مش عارف اعمل ايه تاني، انا وظيفتي سبتها وشهاداتي قطعتها وفلوسي بحترتها، وجيت وراك لابس ثوب اسود طول النهار وسخ، طول النهار وسخ ما بغيرهوش الا لما يجي واحد ضيف، لاحسن يقول دوت وسخين، ولا اسقف يضربوا له الجرازات نقول له ايه على مستوى الجرازات نلبس لك الايه الجلابيه النظيفه، ولكن يا رب انت عارف انا جاي غلبان ومسكين وكده وكده ومش عاوز حاجه من الدنيا، بس نفسي ادوق حبك، تعرفني حبك ازاي يا رب؟ مش عارف. اروح لابونا اقول له، يا ابونا نعم يا عمي، يا رب يا ابونا انت كلمتني عن المحبه وبتاع مش عارف احبه ازاي، ما تكلمنينا عن الحب؟ اقول له الحب يا ابني ليس له حديث ولكن له مفعيل في القلب. يعني ايه؟ اقول له ما اعرفش. يعني انت عاوزني يا ابني ادخل قلبك واشغل فيه حاجه؟ ما اعرفش. صلي واطلب الحب وهو ياتيك. يروح يقول حتى ابونا خذلني، عاوز يقول لي كلمتين ازاي يحط لي منهج للحب الالهي عشان امشي عليه، اعمل النهارده الصفحه دي فازديت استاد الحب خطوه، وبعدين اعمل الفصل ده او ما اخد الحب شويه كمان خطوه، وابقى راجل بقى في الحب الالهي عايش. خيب ظني وطلعني فارغ من قدامه وقال انا ما ببيعش حب، انا بيع تعليم وتعريف وتوبيخ وتاديب، وهيئ قلبك لغاية ما يجي ربنا ويعمل فيه حاجة. يجي المسيح بقى وانت زعلان وحزين نفسك تحبه ومش عارف تحبه ومش عارف ازاي تدخل للحبيب ده وازاي تبلفه علشان يعني يدخل معاك في عهد حب، وانت ماشي سرقة قايم من النوم سرقة جاي تنام كده في اخر النهار والتعب وبمشرط السري وفي جنب القلب، ويروح جارح جارح ويسيبك ويمشي. ايه ده يا رب، ده ايه اللي حصل؟ ده جرح في قلبي يا، ولكن يا رب الجرح ده جرح لذيذ يا ستار، انا مش قادر انام. يقوم يمشي زي المجنون في القلاية، القلاية من ساعات الدنيا ساعة، يفتح الباب يمشي في الجنينة رايح جاي عقله طاير من الحب. ايه ده يا رب، ايه اللي حصل؟ يا رب انا بحبك، الحب بيتفجر من قلبي جرح يا رب مش قادر. وبعدين يروح الساعة 3 بعد نص الليل ولا قرب الفجر قبل ما الناس يشوفوه احسن يقول ده اتجنن، يدخل القلاية عاوز ينام مفيش نوم، طار النوم، الجرس يضرب ثانيته قايم رايح الكنيسة، يجي يسبح يقول ربع يطير منه ثلاث ارباع، يقول بتهليل كلمة ويتوف اللي بيسموه الدهش الإلهي. إيه اللي حصل النهاردة؟ أنا غرقان في دم يا رب، دم الحب اللي أنا مانيش عارف أقوله من آخره. طب وبعدين يروح الظهر ينام طاير النوم، يجي بالليل ينام طاير النوم، راح 24 ساعة يا رب هتجنن، فعرضك يا رب عاوز أنام مفيش، يجي النوم 36 ساعة مفيش نوم. يروح لابوه يقول له يا ابني ما تخافش،
النوم الحب هيعوضك النوم. ده انت في حالة يعني هي دي رأس مال البشرية كلها. بس حافظ على الوضع ده ما تقولوش لحد. بس انا بكشف سر نهايته. وبعدين هو يقف بقى يقوم ينتبه كده يقول يا رب انت تعطي احبائك نوما اعطيني نوم. وهو قاعد يهز في الحب الالهي يخطف النعاس لحظة فيأخذ راحة لجسدي وكأنه نام ظهرا. يقوم فايق والحب شغال والحب شغال. ويفضل الحب ينسكب من جرح القلب مش ممكن يتقفل ابدا الا اذا اتقفل الجرح. ويا ويلنا ويا خيبتنا لو اتقفل هذا الجرح. يا ربنا يسوع المسيح يا عريسنا الذي جرح قلبنا وضمن قلبنا الى قلبه فسرى دمنا فيه كما سرى دمه فينا فصرنا قلبا واحدا ينبض بالحب. يا ابن الله عرفناك وعرفنا ابيك وعرفنا الحب الذي يربطك بالاب وسمعنا صلاتك وسر صلاتك حينما رفعتها امام الاب ليكون لنا الحب الذي لك يا ابن الله في ابيك والذي لابيك فيك فصار وتم العهد والوعد اكتملت صلاتك بالاستجابه وانسكب فينا هذا الحب الالهي. يا رب في هذا اليوم ماذا نصنع يا ابن الله اذا احبك اذا اتواضعك اذا اموتك على الصليب الذي سرى فينا كحياه؟ ماذا نعمل يا ربي في جروح مساميرك التي صارت لنا جروح لا يمكن ان تلتئم جروح حب تنسينا الاهل تنسينا الاب والام تنسينا كل مباهج الدنيا ومسراتها تنسينا كل امجادها الباطله مع رئاساتها الفارغه. ماذا يا رب نعطيك ازاء هذا الحب وجروح الحب الا ان نمسك كاس الخلاص في يدنا الليل كله والنهار ونشرب بلا شبع. يا ربنا في هذا اليوم كان استجابة تلاميذك ان خلعوا ثيابهم من فرط الفرح. ماذا نعمل يا ربي اليوم الا ان نخلع ثياب العالم التي فينا ثياب برنا نخلعها ونطرحها تحت رجليك فتطأها فتصير يا ربي مقدسة فيك ومباركة تبيض يا ربي تحت جروح حبك وتغتسل في دمك يا حمل الله. بل ماذا نعمل يا ربي نفرش هياكلنا ومذابحنا بأعز وأجمل مفارش عندنا مفارش التقوى والعبادة الصادقة وأصواتنا التي نرفعها من كل قلوبنا كهنة وشمامسة نفرشها يا ربي بعهدنا ووعدنا أن نخدم كنيستك وهيكلك ومسبحك مدى العمر فتحل فيها يا ربي بدمائك وتملأ كؤوسنا دما حيا. ماذا نصنع يا ربي هم قطعوا أغصان النخيل وفرشوها تحت رجليك. نحن اليوم يا ربي نقدم أغصان كرمتنا ونقدم ثمار أغصان كرمتنا في كؤوسنا وننتظر تحريكها كما في بركة سلوان فتتحرك وتصير لنا دما للحياة. يا ابن الله يا من دخلت عالمنا مفتقدا كأسقف نفوسنا وراعيها قاضيا للبر والسلام ومعطيا عطايا ومواهب اليوم نستقبلك كمفتقد لكي ما يصير هذا الافتقاد هو منهجنا ومنهجك. ننتظرك بفارغ الصبر كل ليلة وكل صباح وكل مساء وأنت تفتقد بلا مانع يا ربي بنخس القلب للتوبة أو بعطايا وجروح في القلب للحب الإلهي. باركنا يا ربي وبارك كنيستك لأنه لك المجد والبركة والعز والسبح والسلطان في كنيستك منذ الآن وإلى أبد الآبدين ودهر الدهرين. آمين.